الجولة. مساكم الله بالخير وحياكم الله من جديد مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي الجولة. ورحب فيكم، أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة، من الإعداد الزملاء عبدالله المحضار وعثمان الصولي. وذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا في حلقة اليوم على أرقام النصية التالية: STC 8 3 4 8 STC 8 4 4 4 8، موبايلي 630 590، موبايلي 630 590، زين 7 3 22 22، زين 7 3 2 2 2 2. بعيد مرة ثانية أرقام النصية اللي حاب يتواصل معنا. واليوم ما رح أخذ من وقتكم كثير من ناحية الكلام، وراح كذا يعني نعطي رأي في البرنامج كثير. أبخلي اليوم ردة الفعل أو الردود والآراء كلها متجهة نحو الجمهور. اللي حاب أن يقول رأيه ياليت أنه يراسلنا، اللي حاب أنه يرسل رسالة يرسل على أرقام نفسها، واللي حاب أنه أيضا يطلب مداخلة يرسل اسمه ورقم جواله والكنترول إن شاء الله بيرجعون يدقون عليه. أرقام النصية STC 8 3 4 8، موبايلي 630 590، زين 7 3 22 22. صدارة النصر وكابتنية حسين، لجنة الاستئناف، جدول الدور الثاني من دوري عبد اللطيف جميل، مجموعة سامبا المالية ونادي برشلونة الأسباني، المعلق النفيسة والهلال. هذا كله أحتاج فيها آرائكم اليوم. نبدأ بنتائج مباريات الجولة السابعة اللي كانت أمس وقبل أمس. مباراة النصر والفتح انتهت بفوز المتصدر النصر بهدف للاشيء. الرائد والعروبة التعادل إيجابي 1-1. الاتفاق والنهضة فوز الاتفاق بهدفين مقابل هدف للنهضة. الشباب ونجران فوز الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد لنجران، والظاهر أن أعطيناهم عين نجران يوم مدحناهم نهزموا بخمسة. الأهلي والشعلة، فوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين، فوز كبير وعديد للنادي الأهلي. أيضا التعاون والهلال، فوز صعب للهلال على التعاون بهدفين مقابل هدف، خسارة قاسية. ويعني أتمنى أخذ رأي جمهور الاتحاد، خسارة الاتحاد ما فيصل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ورأيهم هل المشكلة الإدارية هي من عصفت بالفريق أو المشاكل المالية أو هي مشاكل فنية لا أكثر ولا أقل من مدرب الفريق بينات، يعني يختلف الحديث. النجران حتى لو مدحناه في الفترة الماضية وكان المركز الثالث والعدد النقطي نقطتين بينه وبين الأول والثاني، لكن فوز الشباب على النجران نقول غريبة من نجران عطفا على مستوياته في الست جولات الأولى، لكن ما هي بغريبة على الشباب، فريق كبير وفي أي وقت ممكن يرجع عن طريق نجران أو أي فريق ثاني. لكن الاتحاد من المفترض أن نقول أن الاتحاد قاعد يمشي في تدرج بارتفاع، المفروض أن قاعد يطلع على المستوى الفني حتى لو كان بالتدريج حتى لو كان بطيء، لكن خاصة بعد خسارة الاتحاد من الهلال 5-2. لكن رجع الاتحاد مرة ثانية دوم تخسائر ثلاثة من الفيصلي كثيرة في حق الاتحاد. وين المشكلة بالضبط؟ في ناس يقولون أنه لا، المشاكل الإدارية والمالية موجودة في نادي الاتحاد من الموسم الماضي، لكن تفوق اللاعبون وكان في فصل بين المشاكل اللي كانت خارج الملعب فيما يخص إدارة نادي الاتحاد عن اللاعبين داخل الملعب والفريق حق كأس الملك. لكن هل الآن المشاكل بدت تدخل إلى داخل الملعب وتأثر نفسيا على اللاعبين، ولا المشاكل فنية بحتة من المدرب الأسباني بينات؟ أحتاج رأي جمهور الاتحاد. الآن ترتيب فرق الدوري
النصر في صدارة الترتيب استعاد صدارته اللي فقدها اليوم واحد، ويستمر النصر في الجولة السابعة بعد ختام الجولة متصدرا للبطولة ب 17 نقطة. فاز لعب 6-7 مباريات، فاز في 5 وتعادل في 2 ولم يخسر أي مباراة. الهلال يطارد النصر في المركز الثاني بفارق نقطة ب 16 نقطة تحديدا. فاز لعب في 7 أيضا، فاز في 5 وتعادل في 1 وخسر 1. يعني عدد الفوز بالنسبة للنصر وبالنسبة للهلال كلهم 1، 5 مباريات فوز، لكن النصر تعادل في مباريتين، الهلال تعادل في 1 وخسر 1. الشباب وصل وراهم في المركز الثالث، الشباب 14 نقطة، مو بعيد بينه وبين المتصدر النصر 3 نقاط، وبينه وبين الهلال نقطتين. الأهلي أيضا في المركز الرابع ب 13 نقطة، أيضا الأهلي ما هو بعيد، وأنا أرشح الأهلي أنه يدخل بقوة في المنافسة. الأهلي بصراحة على مستوى الأفراد، على مستوى اللاعبين فريق يخوف، فالأهلي المشاكل أنه في اضطرابات تحس في الفريق، لكن أتوقع الأهلي، وهذه مشكلة عند الأهلي موجودة تيجي عند المستوى، هذه أنا مو بأول مرة أقولها، على مستوى العناصر، على مستوى اللاعبين، على مستوى، على المستوى اللاعبين الأجانب والأحلى، حتى على المستوى التدريبي الفريق منظم جدا ومدرب عالمي، لكن المشكلة في النادي الأهلي أن دائم تكون البداية بطيئة، يعني ما يبدأ الفريق يدخل في جو البطولة إلا بعد الجولة السابعة الثامنة التاسعة، بعض الأحيان بعد نهاية الدور الأول، وتلاقي الأهلي يوصل للمركز الثالث بعد ما كان في منتصف الترتيب. طيب لو الأهلي لعب في بنفس المستوى اللي يلعب فيه في الدور الثاني أو متأخر في مباريات الجولات المتأخرة، كان ممكن الأهلي ينافس على أغلب بطولات الدوري السنوات الماضية، وهذه المشكلة عند الأهلي دائما يجي متأخر، ما أدري هذه وش المشكلة. حتى الاضطرابات اللي شفناها في الأهلي، هل الإعداد دائما يكون في غلط؟ هل في مشكلة عند النادي الأهلي في فترة الصيف، وهذه تأثر على بداية الفريق؟ دائما تكون البداية جدا يعني ما تعكس مستوى اللاعبين أو حتى قوة المدرب والترتيب الموجود داخل الفريق، في مشكلة عند الأهلي خاصة في البداية، وهذه دائما يعني تضيع بطولة الدوري عن نادي الأهلي. النجران في المركز الخامس بعد خسارته ب 12 نقطة، الاتحاد في السادس ب 10 نقاط، والفتح في السابع. الفتح مشكلة، يعني شفنا حتى الفتح قدام النصر، ما هو الفتح يعني ما أدري هل الطموح، على الفكرة هذه اللي راح نربطها أيضا بنادي النصر، ترى الطموح في كرة القدم شيء غريب وشيء عجيب بكل أمانة، الطموح اللاعبين وحماس اللاعبين داخل الملعب صحيح أنه ما هو بكل شيء، ولازم الإمكانات الفنية والفردية اللاعبين والحلول الموجودة عندهم لازم أنها تكون أفضل أو أنها تكون على مستوى عالي، لكن الرغبة في الفوز، دائما الرغبة وانتزاع الفوز هذا شيء عظيم، يعني شفناها في الفتح الموسم الماضي وشلون استمرت معه لين حقق الدوري. النصر في مباراته أمس مع الفتح، النصر يستحق الفوز، من بداية المباراة النصر كان الأفضل طوال 90 دقيقة ما فيها نقاش، لكن واضح في عيون اللاعبين وفي الطريقة، حتى الكرة إذا طلعت تماس، إذا الحارس الهجوم الوسط، واضح أنهم لا ما ودهم يخسرون الصدارة، حماس اللاعبين داخل الملعب يعطيك انطباع أن هنا لا ما احنا بطالعين اللي فايزين، هذه ترى لها عامل كبير جدا في كرة القدم. الحضور الجماهيري، مباراة التعاون والهلال في الدوري كان أكثر حضور جماهيري في الجولة السابعة في دوري عبد اللطيف جميل، بلغ الحضور بالنسبة لمباراة الهلال والتعاون، أو التعاون والهلال، المباراة كانت في بريدة على أرض التعاون، 8773 مشجع، وانتهت بتفوق الهلال بهدفين مقابل هدف. لقاء الأهلي والشعلة في المرتبة الثانية كحضور جماهيري بلغ 7484 على المباراة قيمة على ملعب النادي الأهلي. في المركز الثالث مباراة المتصدر النصر والفتح كانت بلغ الحضور الجماهيري فيها 4685000 مشجع، وجاء لقاء الرائد والعروبة رابعا 1240، وخامسا الاتحاد والفيصلي 1020، وسادسا الشباب ونجران 893، وأخيرا كان لقاء الاتفاق والنهضة في الدمام حضر 370 فقط. بلغ مجموع الحضور الجماهيري الجولة السابعة 24465، و
وتعد ثاني أقل جولة تشهد حضور جماهيري بعد الجولة الثالثة. مع أن نشوف مباريات مهمة بس شوف أقل ثاني جولة حضور جماهيري. في موضوع اللي هو قرارات لجنة الانضباط اللي طلع أمس اللي هو الناشئين والشباب، وهذا يمكن كثير من وسائل الإعلام تكلمت فيه. عموما عقوبة الجماهير الأهلي والاتحاد كل منهم 50,000 ريال، هذا حسب المادة أو المادة رقم 5 من لائحة الانضباط اللي تحدد مجالات تطبيق اللائحة والمشمولين بها، والمادة رقم 49 من لائحة الانضباط أيضا. كل الكلام هذا ما لنا فيه. في عقوبة اللي هو المشرف على فريق الناشئين بندر العبد العال اللي تم إيقافه 4 مباريات. هذه نرجع لنفس السالفة والمربع الأول الأسبوع الماضي بعد الأحداث اللي صارت في مباراة ناشئين الأهلي والاتحاد. أنا يمكن أو خلينا نقول برنامج الجولة تكلمت أنه التقرير حق الحكم أدان في بندر العبد العال، وكثير من الناس طلعوا لي في تويتر في البرنامج قال يا أخي أنت من وين تبني قرارات؟ وش دخل اللي صار مع الجمهور مع بندر العبد العال؟ فأرجع وأقول المرة مليون إذا تحدثت الجولة فصدقوها، هذا 4 مباريات إيقاف بندر العبد العال. الصدور جدول الدور الثاني من دوري عبد اللطيف جميل، أصدرت لجنة المسابقات جدول الدور الثاني، وسينطلق الدور الثاني في يوم 19/12 يعني 19 ديسمبر 2013 عفوا، بينما سيكون ختام الدور الثاني يوافق يوم الأحد 6/4 يعني 6 أبريل 2014. الماجد عبد الله كابتن ماجد عبد الله يقول انه وطالب من إدارة نادي النصر بسحب شارة الكابتنية من قائد الفريق الحالي حسين عبد الغني، وذلك تكرار خروجه عن النصر وعدم قدرته على التحكم في أعصابه في مباريات الفريق، وكان آخرها تعرضه للطرد أمس في مباراة فريق أمام الفتح. وأكد ماجد أن القائد لابد أن يكون قدوة لجميع اللاعبين، وعلى عبد الغني أن يتحكم في أعصابه ويتحلى بالهدوء حتى ينتقد ذلك إلى زملائه في الفريق. رأيكم في كلام الكابتن ماجد عبد الله، خاصة إنه الموضوع هذا يعني حسين عبد الغني كان بالعكس يعني أعطى حماس كبير للاعبين داخل الملعب في الجولات الماضية حتى في الموسم الماضي شفناها. رأيكم في الكلام الكابتن ماجد عبد الله هذا؟ وهذا يعطينا أو يذكرنا بسالفة الكابتن ماجد عبد الله في رأيه في ألتون جوزيه يوم كان يطالب إدارة نادي النصر بالتخلي عنه. الآن ألتون جوزيه قاعد يقدم مستويات كبيرة مع الفتح. أبو عبد الله ليكون هذا الرأي مثل الأول، رأيكم أنتم بجمهور النصر الرأي هذا بالنسبة للكابتن ماجد عبد الله؟ أكيد لها نظرة، لكن رأيكم أنتم كجمهور. كشفت مجموعة سامبا المالية بنك سامبا ما غيره ونادي برشلونة الإسباني أن توصلهم إلى اتفاق رعاية وشراكة هي الأولى من نوعها على المستوى المحلي، ليصبح سامبا كبنك بموجبها الراعي والبنك الرسمي للنادي الكتالوني في المملكة العربية السعودية ولثلاث سنوات قادمة. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية التاريخية التي تشكل أول تحالف من نوعه بين نادي برشلونة ومؤسسة سعودية مالية. الاتفاقية وتوقيعها كان يوم الجمعة قبل أمس 25 أكتوبر خلال اجتماع عقد ممثلو الجانبين في مقر النادي في مدينة برشلونة، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز حضور العلاقة التجارية لنادي برشلونة في منطقة الشرق الأوسط بالنظر للجماهيرية الواسعة التي يحظى بها النادي بين صفوف عشاء. طيب هذه إن شاء الله تفاصيلها يعني اشتغلنا عليها اليوم، يعني بحاول قد ما أقدر أن نجيبها، خاصة أن نشوف أن برشلونة وعلاقتهم بالمؤسسات القطرية تحديدا، ونشوف الإعلان على التيشيرتات الخاصة باللاعبين. طيب بالنسبة لبنك سامبا الآن وأن يكون الراعي البنكي الرسمي كأول مؤسسة سعودية مالية، توقع عقد شراكة أو رعاية بينها وبين برشلونة، نشوف راح ناخذها ان شاء الله بالتفصيل. نبدا اول اتصالاتنا من معنا ماجد، تفضل يا ماجد. من مكة المكرمة، حياك الله يا ماجد، تفضل. احب اول شيء اثنى على برنامجك الناجح صراحه. تسلم يا ماجد. والبرنامج الحيادي يعني في اخبار تجي حصريه ونصدقها وتجي مضبوطه، لكن في اخبار وما تجي من جنب القدم، معليش لا تسال من عندنا ولا من وين اللي من جنب القدم بس من عندكم يعني؟ لا من عندنا ما في، عطني واحد.
يعني مثلا خبر احمد الفريدي لين دحين فاكره، كنت يعني انا خلاص يعني بصمت انه الفريدي بيوقع للنصر ايامها ووقع للاتحاد بعد كذا. لا 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 لا، كل وسائل الاعلام عموما، بس عشان تكون عارف متى يطلع من جنب القدة على قولتك نفس اللفظ حقك. اذا قالوا ترى انا لا تقبل على كلامي، ترى امزح معك يعني. لا لا بس انا اقول لك يعني بس على اساس اللي يمكن في غيرك ما كان يسمع وقتها فياخذ براسه الموضوع. عموما الموضوع الفريدي تكلمنا ان كان في مفاوضات وان كثير من اعضاء الشرف وتحديدا عضو شرف مميز في نادي النصر كان يريد ان احمد الفريدي يلبس تيشيرت النصر، لكن لا عمرنا قلنا انه احمد الفريدي توصل لاتفاق مع نادي النصر، ولا قلنا اقترب من نادي النصر، ولا قلنا الامور هذه كلها. ويوم انتقل لنادي الاتحاد كان بالعكس يمكن من اوائل البرامج تكلمت عن الموضوع هذا برنامج الجوله. لا معليش، لا يعني انت ما ذكرت انه انتقل للنصر؟ لا لا لا، تحدثنا عن ما يدار خلف الكواليس من شخصية نصراوية معروفة وهي معليش. اللي كانت السبب وراء. لا معليش يا ماجد، لا تخليني الحين معليش انا متذكرها مثل ما انا قاعد اكلمك الحين. تفضل. والله انا متذكرها كاني قاعد الان وانا قاعد اسوق السيارة الان متذكرها. طيب يلا ممتاز، عطني بالحرف وش قلنا. انت قلت انه خلاص وقت الفريد يمكن ب 35 او 32 مليون، فكرها ذيك الايام. لا لا مو بصحيح، وانا اقول لك انك ملخبط في الاذاعات. طب يا راعي ملخبط ليش، انا فاكر الا اليوم هذا يا اخي. انا متذكر نفسك بس عاد ما ادري من اللي صاحبي. طيب المهم خلاص انا حاب شيء ابارك للعالم. بس عموما بس على اساس اني اقول لك نفس الموضوع هذا، كثير من الناس قالوا ان أحمد الفريدي وقع الانتقالة لنادي النصر، وحنا قلنا في نفس اليوم هذا وطلعنا في برنامج الجولة وقلنا أحمد الفريدي وقع على ورقة غير ملزمة لنادي النصر. بس المشكلة أنه في كثير من المستمعين وكثير من المتابعين يمسكون لا تقربوا الصلاة ويخلي الباقي. ممتاز. لا بس أنا دي لأن أنا متذكرها، أنا أقول لك أنه في كان وكان يلوح فيها النادي الهلال في وقتها، كان هو موجود في نادي الهلال ما طلع، وقلنا أنه وطلعت في كل مكان في كل وسائل الإعلام أنه الرجل انتقل انتقال نهائي، وحنا قلنا أنه لا، اللي وقع عليه أحمد الفريدي اتفاقية بينه وبين نادي النصر غير ملزمة، وممكن إذا الهلال أعطاه فلوسه أو أنه اتفق معه في أي لحظة تلتغي هذه، وفعلا جلس كمل فترة مع الهلال إلى ما انتقل واتفق مع الاتحاد. هو عموما انتقل من نادي كبير لنادي اكبر. اي الحين غير الموضوع يوم اعطيتك السالفه. لا لا والله بس انا مو خلاص ما بطلع المشاهدين اللي غيري بيتكلموا. لا مستمعين تفضل. المستمعين معليش بس حاب ابارك لفريق النصر العالمي الصداره، رجوع الصداره في اقل من 12 ساعه. واقول من العواجي الله يسامحك اذا كنت انت قاصد، والله انتبه لنفسك اذا ما انت قاصد يعني شيء غريب. خلينا نطلع 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 من برا التعمد، ما فيها تعمد ان شاء الله. ما في تعمد، وانا واثق في مرعي، في حكام ثاني ما اثق فيهم صراحه، لكن مرعي والله ما اتوقع انه يكون متقصدها صراحه يعني. بس يعني هو واقف كره مشعل السعيد يعني صار مشعل حارس ثاني معليش يعني. ما يصير الكلام هذا. طيب في ناس في المقابل برضو يقول لك انه مثلا الكره الغامدي انه هذه في تحركه الكوره ليد. لا 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 لا. والله العظيم والله لو انه كره انا اقول الحق إيه بس أنا أقول لك إيه بس أنا أقول لك وجهة نظر الناس. أنا أقول لك شوف أنا حق مشعل السعيد هذه أنا أبصم فيها، هذا حارس ما يلعبها بنفس الطريقة هذه ما فيها نقاش. بس أنا أقول لك إنه في الجهة الأخرى أيضا في أخطاء ثانية، بس كل واحد يأخذها من منظوره. كمل يا ماجد. فايز يا ابن الحلال. المهم تستاهل. يا أبوي اسمي فايز أنا ولا. فالحمد لله نبارك الإدارة النصراوية، وإن شاء الله حاب أوجه كلمة للأمير فيصل بن تركي يعني ينتبه لشيء يعني يمكن ما حد داري عنه. أنه لا يتخلوا، ما نبغى نتخلى بالصدارة، نبغى ناكل عينة بحبة حبة. طيب لا يعني يعني يشتغلون اكثر، لا ياخذهم الوضع مثلا انه خلاص احنا وصلنا الصداره ويتم في مثلا الـ واضح الصورة. طيب أبداً ماجد بما أن اسمك ماجد، رأيك في رأي الكابتن ماجد عبد الله في سحب الكابتنية من حسين عبد الغني؟ والله أنا معاه أول شيء في نفسة حسين صراحة يعني. وبعدين في حاجة بقول لك إياها، ما في دخان يجد النار، هم يعرفون أكثر شيء إداري الأندية يعرفون أن حسين دائما يتنرفز، فأكيد في وصايا من اللاعبين يا حبيبي إنك أدي حسين حق أعطيه وصلك اللي أعطيه نغزة من هنا عشان حسين يتنرفز، ما أتوقع الشيء هذا، لكن برضه حسين المفروض يكون كابتن وعاقل كبير وإنسان فاهم يكون أعقل من كذا، خلاص يعني سيب الآدم في حاله وخليه يكمل لعبك يعني. فمن ناحية كابتنية وفي الأرض الملعب حسين يعني يجري أكثر من لاعب عمره 20 سنة، وأنت أتوقع إنك
معي في الكلام هذا. أكيد أكيد يعطيك العافية. ما نقدر نتكلم عنه. حاب أهل النصر وإن شاء الله وبالتوفيق. شكرا مبروك عليك. مبروك الصدارة ماجد. شكرا لك. نذكر بأرقام التواصل STC 8-348 موبايل 630-590 زين 7-3-22-22. يعني تخيل يقول لك إن موضوع الفريدي يعني اللي يمكن البرنامج الوحيد يعني هذا بعض أحيان بعض المستمعين يعني يتكلمون في أشياء يعني يمكن أنا لو جاب لي أي سالفة ثانية كان ممكن نصدق بس سالفة الفريدي يمكن كثير في برامج طار في العج يعني في وقتها وأنا من البرامج اللي يعني تكلمنا وطلع الكلام هو نفس الكلام اللي كان صار في ذاك الوقت لكن بعض الجمهور مثل ما أنتم شايفين. عموما بنتكلم عن لجنة الاستئناف بعد الفاصل في برنامج الجولة. الجولة رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج الجولة ونذكركم بأرقام التواصل اللي حبي يتواصل معنا على STC 8-348 موبايلي 630-590 زين 7-3-22-22. أصدرت القناة الرياضية السعودية اليوم بيانا صحفيا اعتذرت فيه من نادي الهلال بسبب ما بدر من المعلق أحمد النفيسة خلال لقاء تعاون ضمن دوري عبد اللطيف جميل. كان قد ذكر المعلق لفظ الزعيق بدلا من قوله الزعيم أثناء إشادته بجماهير النادي ووصفت القناة الخطأ بغير المقصود. وكان البيان على النحو التالي: إيمانا من القنوات الرياضية السعودية برسالتها الإعلامية والوطنية السامية وتقديرا لكافة الجماهير الرياضية السعودية بكافة ميولها. وطبعا فإن القنوات الرياضية السعودية تقدم اعتذارها لجماهير نادي الهلال لما بدر من الزميل المعلق أحمد النفيسة في مباراة التعاون والهلال ضمن الدوري عبد اللطيف جميل من خطأ لفظي وبشري غير مقصود، وتنوه القناة الرياضية إلى أنها تحترم نادي الهلال وإنجازاته المحلية والوطنية وتسعى جاهدة للارتقاء بالرياضة السعودية، وهدفها الأول والأخير تقديم المادة الإعلامية الراقية التي تنعكس على تطور وبناء رياضة الوطن. طبعا المعلق النفيسة كتب أكثر من تغريدة على تويتر قائلا: أرجو منكم قبول اعتذاري للخطأ اللفظي الغير مقصود، وأعتذر عن أي قصور آخر إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني. وفي تغريدة أخرى ذكر النفيسة: أعرف أن كلمة آسف غير كافية والمعلق مسؤول عما يقول بقصد أو غيره، وهذه الكلمة لا أقولها حتى في مجالسي الخاصة وأنتقد كل الألفاظ. وفي تغريدة ثالثة أيضا ذكر النفيسة: خرجت من الملعب وأنا أعرف أني قلت الزعيم، وأنا راجع كلمني بها الكثير، تأكدت للأسف وسمعت أنها ليست بالزعيم، أقسم بالله مرة أخرى أني لم أقصد. يعني صراحة أنا كنت بتكلم كثير في هذا الموضوع لكن الرجال أقسم أنه ما يقصد. فبالعكس الاعتذار من شيء من الكبار سواء القناة الرياضية أو أيضا النادي ما نرضاها على النادي الهلال ولا أي نادي ثاني حتى لو كان يعني من الأندية حتى الغير معروفة، فما بالكم في أندية جماهيرية. أكيد أن الأشياء هذه لا تليق، لكن المعلق تكلم واعتذر وهذا شيء أيضا طيب منهم. الرجال أقسم أنه ما كان يقصد، عاد يمكن زلة ما كان. عموما ناخذ اتصال من معنا. فايز تفضل. فايز هيا حياك حبيب. حياك الله يا فايز. هلا تفضل فايز تفضل. وش بنا اقول لك؟ اعطيني انا تروناش المواضيع انت وش تشجع قول لي. اكيد عالمي متصدر عالمي. يلا عطني متصدر لا تكلمني رايك في هذا الموضوع. لا كل الناس مفروض تكلمني هذا الايام. انا كل الناس مفروض تبارك تستاهل تستاهل الحفلات الحلوه اللي قدمها في العالمي. طيب حلو. انا بس انا بسالك سؤال الان. انت تشوف الان وش من المفترض ان يسوي نادي النصر على اساس انه هو يستمر في الصداره؟ تعرف انت الان احنا في الجوله السابعه، يعني باقي وقت طويل على الدور الاول والدور الثاني، يبغى له نفس طويل. وش المفروض يسويه؟ والله اول شيء التركيز على التمارين اللياقيه. التمارين اللياقيه لان في صراحه انا اشوف كبلاء يعني بعض الاحيان يكون عندهم
نقص في اللياقه او يعني ما يوازي الفريق الثاني. ما شاء الله تبارك الله, شفنا امس العدين الفتح صراحه يجروا بشكل غير طبيعي. يعني معهم مع انهم قدموا مستويات منخفضه في الدوري لكن عندهم صراحه قوه يعني لياقه غير طبيعيه. واتمنى من اداره مصراويه تنتبه للموضوع المستدل اللي تكلمني عليه. واتمنى ومحمد عيد الله يستر منه السنه هذه, الله يستر الله يستر الله يستر. انا اتذكر كلمتك يوم قلت انه محمد عيد ما يستاهل 14 مليون يوم وقع مع النصر. صراحه ما يستاهل 600,000 والله ما يستاهل. هذه صراحه كانوا يعني كانوا زعلانين مني نادي النصر في ذاك الوقت والله العظيم. وانا انا زعلت قبل ما يوم وقع النصر قبل ما اسمع كلمتك هذه والله العظيم. لاعب الحمد لله على كل حال, بس يعني عندك عبد الله مادو يا اخي خلاص خلي يدخل يلعب مع بدل محمد عيد. يا اخي محمد عيد معليش والله لو في خير ما خلاه الطير. طيب يعطيك العافيه غالي, شكرا لك ومبروك الصداره. شكرا لك. وبعد بس بعلق على كلمه واحده معليش يا اخوي. تفضل. النفيسه يعني اتمنى يكون تنزل لجميع المعلقين الحياديه. صحيح, بس حتى لو كان عن غير قصد. شكرا لك والله. شوف انا نصراوي يعني في يعني يعني مو كره نقول في تنافس بين بها, بس والله صراحه ما كل ما ادري يعني صحيح. انت ما يتقبل العالم العربي كل يتفرج على المباراه. صحيح, يعطيك العافية. شكرا لك. تم قبول استئناف نادي الهلال اللي صدر من لجنة الانضباط. نبارك لجمهور الهلال بالنسبة للقرار اللي هو الهتافات العنصرية وأنه يلعب مباراة الشباب بدون جمهور. جاء الآن قبل دقيقة صدر القرار بقبول استئناف نادي الهلال شكلا لموافقته لما جاء بالمادة رقم 128/2 والمادة رقم 131/1 من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانيا من حيث الموضوع قبول استئناف نادي الهلال وإلغاء قرار لجنة الانضباط رقم 9 بتاريخ 4/12/1434 وإعادة رسوم استئناف نادي الهلال. القرار نهائي واجب النفاذ, لا يقبل عليه أي التماس, لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية وإكمال اللازم. يعني قبول استئناف نادي الهلال وإلغاء العقوبة اللي صدرت بحقه من لجنة الانضباط بحرمانه من اللعب بدون جمهور وأيضا الغرامة اللي كانت على نادي الهلال. في طبعا استئناف ثاني اللي كان ايضا نوقش اليوم في الاجتماع انه النظر في الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد ضد قرار لجنه الانضباط رقم 5 في تاريخ 20/11/1434 الموافق 26/9/2013 والقاضي في منطوقه اولا عدم قبول احتجاج نادي الاتحاد شكلا, ثانيا مصادره رسم الاحتجاج مصلحه صندوق الاتحاد العربي السعودي لكره القدم عاملا بالماده رقم 79/5 من لائحه الانضباط, ثالثا قرار قابل للاستئناف وفق لائحه الانضباط للاتحاد العربي. يبلغ هذا القرار كتابه. هذا كان بالنسبه للقرار الانضباط. عموما الاستئناف حق نادي الاتحاد تم قبولها شكلا ورفض موضوعا. ان جاء طبعا قاعد اقرا لكم من الايميل لان الخبر بشكل رسمي توه يطلع الان, ان من حيث الشكل قبول استئناف نادي الهلال الاتحاد عفوا شكلا وفقا لما جاء بالماده رقم 128/2 والماده 131/1 لائحه الانضباط من حيث المده وجاءت في تقديم الاستئناف. يعني في المده والهذا ما في مشكلة, لكن رفض استئناف نادي الاتحاد من حيث الموضوع تأييد قرار لجنة الانضباط رقم 5 وتاريخ الموافق 26/9 مصادرة رسوم نادي الاتحاد لمصلحة صندوق الاتحاد العربي وقرار نهائي واجب النفاذ يقبل عليه أي التماس أو اعتراض. يعني قبول استئناف نادي الهلال شكلا وموضوعا وإلغاء العقوبة الملقاة عليه من لجنة الانضباط
بالنسبة لاستئناف الاتحاد قبوله شكلا ورفضه موضوعا ويطبق قرار لجنة انضباط على نادي الاتحاد. نطلع الفاصل ونرجع وثاني ناخذ رأيكم في هذا الموضوع. الجولة. رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج الجولة، ونذكر من جديد قبول استئناف نادي الهلال شكلا وموضوعا وإلغاء العقوبة المقررة عليه من لجنة الانضباط اللي كانت على خلفية مباراة الاتحاد والهلال أو الهلال والاتحاد والهتافات العنصرية، كما ذكر في بيان لجنة الانضباط الهلال بمقدورة اللعب بين جماهيره وإلغاء الغرامة المقررة عليه. هذا قرار صدر من لجنة الاستئناف، وذكر في البيان وجوب تنفيذ هذا القرار فور صدوره من لجنة الاستئناف، وكما ذكر في البيان قرار نهائي واجب النفاذ. أساس حط كل المستمعين في الصورة، هذا مو مجرد قبول استئناف، لا، هذا فيها أمور ثانية كثيرة لازم يتم توضيحها للشارع الرياضي والوسط الرياضي تحديدا. على أي أساس اللي صار هذا كله؟ لا يمكن. أنا الآن أتكلم على لجان قانونية وقضائية داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، لجنة الاستئناف قبولها لهذا الاستئناف وأن قرار نهائي واجب النفاذ، سؤال كلام الربيش وين راح؟ لجنة الانضباط السي دي اللي طلعت أو طلع المسؤولين في من الناقل التلفزيوني وقال إنه ما جانا طلب بسحب النسخة من السي دي الخاص بالمباراة، والربيش قال إن أنا أخذنا سي دي وطلع معنا في برنامج الجولة وقال السي دي أنا طلبته وأخذته قبل لا يجيني نسخة منه من نادي الاتحاد. معقولة اللجان القانونية والقضائية فيها عندنا كذب أو فيها ما يدار من خلف الكواليس أو من تحت الطاولة؟ لازم الأمور هذه تم توضيحها. وفي كثير من الناس كانوا يتكلمون قبل لا أدخل البرنامج أنه كان في بعض التغريدات اللي كانت تقول لك أن احتمالية قبول استئناف نادي الهلال وأنه ممكن يكون هذا يضغط على لجنة الانضباط بالاستقالة. لا لا لا، أنا ما خليهم يستقيلون. طبعا حتى الكلام هذا أنا ما أثبت صحته، أنه هم إذا تم قبول استئناف الهلال هم رح يستقيلون ولا لا، أنا لازم يكون في تحقيق في هذا الموضوع. قرار لجنة الانضباط على أي أساس وقرار لجنة الاستئناف على أي أساس؟ أكيد لجنة الاستئناف أصدرت قرارها هذه بناء على معطيات. قرار الانضباط على أي أساس السي دي هذا اللي الناس كلهم الآن في تويتر كلهم صار هاشتاقات وين السي دي وين راح السي دي؟ هل معقول يطلع كلام الشارع الرياضي صحيح وإنه ما في سي دي وإنه لجنة الانضباط اعتمدت على مقطع الجوال؟ هذه مصيبة إذا كان صار الموضوع. أنا ماني مع العنصرية، كلنا مع أو ضد العنصرية ما فيها نقاش، لكن أتكلم حنا مع النظام. على أي أساس لازم يكون في تحقيق في هذا الموضوع؟ على أي أساس لجنة الانضباط اتخذت القرار بعد نقض هذا القرار من قبل لجنة الاستئناف؟ مهم جدا، ما عاد في ثقة بين الرياضيين والقائمين على الأندية وبين اللجان القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم. إذا كان خلاص مجرد قبول استئناف الهلال وانتهى الموضوع، لا، لازم اتخاذ قرارات، لازم تكون لجان واضحة وصريحة وعملها واضح وصريح، ويكون في ثقة متبادلة بين المسؤولين في الأندية وبين الجماهير وفي الشارع الرياضي وبين لجان الاتحاد السعودي خاصة القانونية. هذه ما هي بلجان، هذه ما هي بلجنة مسابقات ولا لجنة لعبة مدروش، لا، هذه لجان قانونية، لجنة انضباط.
بعض احيان احنا نطلع ننتقد ونقول لا انتم ما كانت الامور واضحه. انتقاد مجرد انتقاد، وناخذ بعض احيان ما يكتب في وسائل الاعلام او ما يكتب او الغمز واللمس من بعيد البعيد حتى في مواقع التواصل الاجتماعي ناخذها من باب الدعابه في كثير من الاحيان، لكن توصل لهذه المرحله لازم يكون في قرارات ويكون في تحقيق في هذا الموضوع. ما هو مجرد ان خلاص والله نسكت الناس ويطلع قرار بقبول استئناف نادي الهلال وينزل انضباط تعيش حياتها حتى لو ما استقال، حتى لو استقالت لا يؤجل استقاله ويتم التحقيق معهم كلهم الرئيس والاعضاء. ناخذ اتصال. ناخذ اتصال معنا عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، تفضل يا عبد الرحمن. بخير والله يا سامر، كلامك سليم. يعني الان طلع في، انا ما سمعت المقابله معك رئيس لجنه الانضباط، طلع في برنامج مواليد الفراج قاعد يتكلم كلام يعني مقنع للشارع الرياضي. تمام، في لحظه يقول لك استئناف الهلال قبل واستئناف الاتحاد رفض، استئناف الاهلي صار فيه. صح ولا مو صح؟ لازم يطلع يعني كيف استئناف الهلال قبل استئناف الاتحاد وكيف قالوا ان الشريط اخذ شريط ومن لجنه اخذوا الشريط من المباراه وشافوا الشريط يعني من الناقل الحصري. يا سلام عليك، يعني لا اخذوا لا شريط ولا شافوا مباراه ولا كلام فاضي. طيب اذا ما اخذوا السؤال هذا، في اسئله كثيره، اذا ما كان بعض احيان انا اعطيتهم العذر في لحظه، عارف وين يا عبد الرحمن؟ انا فاهم عليك. يوم تاخروا في اتخاذ القرار، يوم تاخروا في اتخاذ القرار قالوا والله يمكن يوم سحبنا نسخه من الناقل، لكن الان في كثير من المشاكل، الان في كثير من علامات الاستفهام راح تطلع. يعني مثلا يقول لك شفت انتظروا كان الامير نواف بن فيصل يوم رجع، كثير من الان شلون تقنع الناس الكلام هذا مو بصحيح، حتى لو أن الأمير نواف بن فيصل ما دخل في الموضوع، الآن الشبهة موجودة على كثير من الناس الموجودين داخل الاتحاد ومن يوجد على رأس هرم الرياضة السعودية. هذه فيها مشكلة لازم يكون فيها تحقيق، هذا مو بكذا خذ نجيتك. صح كلامك، يعني فكر فيها أنت بالعقل. استئناف الاتحاد أول طلع قال استئناف الاتحاد، وقال أنا ما شفت استئناف الاتحاد ولا شفت خطاب الاتحاد ولا شيء. استئناف الهلال قبل بأي طريقة إنه قبل. في يوم وليلة تنزل تنزل قرار، وفي يوم وليلة تلغي القرار، كيف تجي كذا؟ طيب يعطيك العافية عبد الرحمن. وعلى على على, على النصر، هذه السنة النصر ما شاء الله ما شاء الله مبدعين. مبدعين، إني أنا أهلاوي والله أقول إن النصر هذه السنة فريق محترم، فريق محترم محترم. هو دائم محترم بس الآن أكثر إقناعا. يعني ما شاء الله هذه السنة، هذه السنة مدرب على مستوى عالي وتركيز في تركيز على مستوى عالي. عبد الله العنيزي لازم ياخذ حقه. صحيح، ما شاء الله تبارك الله حارس هذه السنة، يعني أتوقع إنه أفضل حارس في الدوري عبد الله الجميل إلى الآن. طيب يعطيك العافيه عبد الرحمن، شكرا لك. وعلى طار النصر، بصراحه في واحد نصراوي متعصب للنادي محمد المغربي دائم يشاركنا في تويتر، نقول له مبروك ايضا تصدر نادي النصر حتى الجوله السابعه في دوري عبد اللطيف جميل. محمود السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله محمود. كيف حالك سامر؟ حياك الله. انا برشلوني اتحادي طبعا، وهارد لك يا سامر. يا أخي تعودنا أن المباريات اللي يكون فيها حظ وفيها، ما ودي أتكلم في التحكيم عشان لا أكون متناقض هنا أقول أدخل في 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 نية الحكام وهناك أقول لك لا الحكم الحكم، بس خلينا نتكلم بس على أنشيلوتي. أنشيلوتي عطى المباراة في 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 خطأ في في التشكيلة مع بداية المباراة دفع ثمن عليها قبل عشان، يعني كان من المفترض بدل ما هو يعزز أكثر الفريق بدأ يصلح الأخطاء اللي بدأ في المباراة، بس كان مر وقت طويل وكانت الثقة أكبر كانت لبرشلونة قد تحكم في المباراة، فمن صعب عودة الريال مرة ثانية. ولا كان يعني ما هو بالشكل هذا. تفضل. موضوع الاتحاد، يعني الاتحاد يسافر من جدة لحرمة، يعني ما في لا إداري ولا رئيس من جدة إلى وين؟ لا حرمة لمباراة الفيصلي. أيوة أي الحرمة. أيوة ما يسأل اللفظ. لا لا ما يشتغل.
يعني ما في لا رئيس نادي ولا إداري زي الناس. يعني أنا ما أعتمد أن منصور اليامي يعني مشرف، ما هو اللي ورط النادي في قديش عقود سببها منصور اليامي. يعني ماني بغاية ما نتكلم في الموضوع ده، وكل الجمهور الاتحادي عارف أنه منصور اليامي ورط الاتحاد في قديش حاجات. وما أدري عادل جمجوم والإدارة الاتحادية تحتفل بجدة بكأس الملك بعد مرور 4-5 شهور، يعني إيش استفدنا من الشيء ده إحنا؟ وفي ناس تخبط في تخبط كل يوم بزيادة. يلعب لك عمار الدحيم هو سنتر دفاعي، يلعب ظهير يمين، واللاعب ما يبي يلعب. يعني المشجع الاتحادي بيتكلم بحرقة، وبعد المباراة اللاعب نفسه ده يطلع يسب في انستغرام، يعني يسب الجمهور كلام بذيء، يعني ما يطلع من لاعب محترف. أنا ما أعرف كيف العقليات وصلت كذا. الله يعين، يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا لك. ناخذ اتصال ومداخلة من معلق قنوات الرياضية السعودية الزميل أحمد النفيسة. حياك الله معنا أحمد. مرحبا أستاذ ثامر، ورحب بالمستمعين. حياك الله وسعداء بتواجدك معنا. الله يخليك حبيبي أستاذ أحمد. يمكن اللغط اللي صار في اليومين هذه بعد مباراة الهلال والتعاون، والكلمة اللي طلعت اللي خلينا نقول ما طلعت أكيد بقصد منك، أن حبيت أنك أنت تكون في الصورة وأنك أنت موجود على الهواء. يمكن بعض أحيان الكتابة ما تعطي نفس التعبير أو تقدم نفس الاعتذار إذا كنت أنت موجود على الهواء، فبالعكس لك كل الوقت وتقدر أنك أنت تخاطب بجماهير نادي الهلال. الله يخليك حبيبي. طبعا انا دخلت وتكلمت على الموضوع في تويتر وفي برنامج عالم الصحافه على القناه الرياضيه. طبعا الموضوع بالتاكيد يعني هو مصيبه ان كلمه مثل هذه الكلمه تكون على الهواء، ومصيبه ثانيه اذا كانت مقصوده. الحمد لله هي غير مقصوده، الحمد لله واقسمت على ذلك. بالنسبه لي طبعا انا متاكد اني ما قلت الكلمه هذه، وخرجت من المباراة وأنا متأكد ما قلت الكلمة هذه. وبعدها طبعا مثل ما تعرف الآن وسائل التواصل الاجتماعي المقطع يجيك هاتو في جوالك. صراحة من بعد المباراة فترة بسيطة جاني المقطع، شكيت أنه مفبرك وكذا، واختلفت الآراء أنه اللي يقول سمعته واللي يقول ما سمعته. تقريبا أنا يعني ما استعجلت في الرد لين ما أشوف المباراة كاملة، وعملت قياس أنا طبعا لردود الفعل. أنا عملت قياس ردود الفعل في كل مباراة، اكتشفت أن 30% من المتابعين جمهور الهلال مقتنعين أني قلت الزعيم، والبقية سمعوا حرف القاف. أنا خيرت صراحة أنه أتكلم وأرضي ضميري بأسلوب بصراحة يعني، وما ألعب اللعب الإعلامية وأمشي وراء 30% يدافعون عني. ف اللي سمعته في إذني يعني ما يعجبني بالتأكيد، والمعلق مسؤول عن كلامه سواء بقصد أو بدون قصد. فيعني يعني أقسمت إن أنا ما لم أقصدها، وأقدم اعتذاري للجمهور، وأتمنى يعني جمهور الهلال أوكي هذه تم فعلا مزعجة وأنا أتحمل مسؤوليتها. لكن ماذا عن بعد الكلمة وقبلها من التعليق للهلال وما فعلته؟ يعني يقيمون بكل شيء يعني. صحيح هذه كلمة وأنا راح أتحمل مسؤوليتها وتبعاتها. أنت خربتها بكلمة واحدة يا أحمد. نعم خربتها بكلمة واحدة. أنا أقول والله لك يعني بعض أحيان الناس ينسون الإيجابيات كلمة واحدة. هذه أنت عارف يعني حتى اللي ما سمع مباراة ولا سمع المقطع بيروح يجيبه وبيسمع. صحيح، لكن يعلم الله أنها غير مقصودة، وفي عدد كبير حتى يأكدوا لي، واللي عامل حتى يعني تدقيق في الصوت يحلف البعض حتى أنها عادية، يعني ما صار في حرف القاف حكام في حرف الميم. لكن أنا يعني تعاملت بضميري واللي سمعت قاس صراحة. طيب. ومسؤول عما قلته، لكن الله يكتب لي في الخير في المستقبل. طيب ممكن أحمد نصيحة، يعني حتى جاتنا كثير من الرسائل يقولك لا تجلس مع كثير من الناس اللي ينطقون هذه الكلمة عشان لا إذنك تأخذ عليها، وبعدين لا يعني لا شعوريا أنك تطلع منك. هو الغريب أني أنا من الناس اللي ينتقدون الألفاظ السيئة المختلفة الأندية. لا تكون تقعد مع متعصبين بس. لا لا لا، أنا من النوع طبعا غصب عنك حتى تجيك رسائل، لو تمدح الأهلي قالوا لك كلمة معينة المخصصة للأهلي، كل فريق طبعا جماهيري عنده كلمة مخصصة للأسف، فتعلق لكل الفرق تجيك في حسابك في تويتر كلمات خاصة لكل فريق، فطبيعي أنها تكون موجودة أمامك. لكن يعلم الله أن حتى بيني وبين نفسي ما أقولها،
لكن صراحة أنا مصدوم جدا أن كانت على الهواء ولكن الواحد يكون مسؤول عما يخرج منه سواء مقصود أو غير مقصود والله يكتب لي فيه. طيب السؤال الأخير أحمد، في قرارات صدرت بحقك ولا شيء ولا خلاص اكتفت القناة بالاعتذار؟ القرار صدر من القناة طبعا، صدر داخلي لكن بعد دقيقة سبحان الله انتشر في تويتر فما صار سر الآن، الإيقاف حتى إشعار آخر. حتى إشعار آخر. أي نعم. طيب يعطيك العافية، بتوفيق لك أحمد. شكرا شكرا. هذا كان معلق القنوات الرياضية السعودية أحمد أنفيسة. بالنسبة للقناة الرياضية السعودية يعني حتى إشعار آخر لما تدخل في سياستهم الرجل أقسم يعني خلاص يعني انتهى الموضوع، إشعار آخر. خلينا نطلع الفاصل. الجولة قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي إجراء قرعة مسابقة كأس سمو ولي العهد للموسم الرياضي 1434-1435 يوم الثلاثاء 2/1/1435 الموافق 5/11/2013، وبلغت الأمانة العامة الأندية مشاركة بتكليف ممثل مفوض من النادي لحضور القرعة في الموعد، وستشارك أندية عبد اللطيف جميل وأندية الدوري لكأف البطولة وهي الفتح والهلال والشباب والنصر والأهلي والاتفاق والاتحاد والرائد والشعلة ونجران والفيصلي والتعاون والعروبة والنهضة والوحدة وهجر والرياض والخليج والقادسية والطائي وحطين وأبها والوطني والحزم والجيل والأنصار والباطن والدرعية والكوكب وأحد. ناخذ اتصال. ألو، حياك الله، تعرفنا باسمك؟ معك محسن جماعة. محسن، حياك الله محسن، تفضل. حمد، ايش اخبارك؟ بخير الله يبارك فيك، تفضل. عرفت انا لسه اعرفك دائما اكيد بصوتك الحلو، تفضل. اول شيء محسن البرشلوني. ايه عليك نور. طيب مبروك. الله يبارك فيك، تستاهلون. استنيتها منك. لا تستاهل. ما باركت لنا يا اخي. وين هذا؟ انا بارك لك على الهواء يعني في احلى من الهواء. اول الحلقه انا قاعد استناك انت من لا بس انتظر دخلتك كذا طلتك البهيه يعني. والله ما قلت لازم اشارك عشان بس ابارك لك والله على الهزيمه. والله تبارك لي على الهزيمه، هذه شماته. اكيد لازم تشمت يعني. تفضل يا محسن، كيف شفت المباراه امس؟ لا والله حنستاهل، والله برشلونه طبعا يستاهل الفوز لا اول ولا اخر مره ان شاء الله. وطبعا انتوا ريال مدريد المدرب اللي معاه انشيلوتي صراحه هو الاهلي لبرشلونه المباراه. اي بس على فكره محسن يعني حتى برشلونه بكل امانه يمكن من فترات طويله بعد غياب غوارديولا وانتقاله الى بايرن ميونخ لاول مره اشوف ان اللعب برشلونه رجع لطبيعته او الكوره اللي على الارض يعني كان شغل واضح. لا 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 لا, لا بالعكس انه انا مع تات اللعب صار اكثر واقعي. لو تشوف اللعب ده انا صار اغلب الفريق كله صار يلعب هجوم ودفاع مو زي اول. كل الفريق ما شاء الله منطلق لقدام. ومبروك على نيمار مره ثانيه، يعطيك العافيه محسن، مبروك. الله يبارك.